صعوبات كيف اي ميدان، ما كانش تنظن اي ميدان ما كيخليش من الصعوبات، لكن بالعزيمه وبالاراده وبالرؤيه الواضحه وبدعم فريق العمل لانه في الحقيقه تيكون نصف رجالي، تيمكننا نتغلبوا على هذه الصعوبات ونوصلوا للمبتغى وتحقيق الاهداف. كرة الطائرة المغربية وجميع المؤشرات تقول أنها في طريق الصواب وفي طريق الصحيح، والقطار وضعناها على السكة، وإن شاء الله مازال أهداف إحنا في طور تحقيقها، والله الموفق من الجميع. الهدف على المدى القصير هو تأهل الأولمبياد للفتيات كرة الطائرة والرجال كذلك في الكرة الطائرة الشاطئية، دونك الهدف ديالنا على المدى القريب هو التأهل، وحنا كلنا مع الإدارة التقنية تشتغلوا على الهدف هذا على المدى القريب. صعب لأن حنا عندنا عمل تاريخه سنتين، والحمد لله هاد النتائج فاقوا جميع التوقعات، لان المنتخب المغربي اليوم تيحتل البطوله العربيه والبطوله الافريقيه وتاهل لبطولات العالم واجتاز بامتياز الدورين الاولين للالعاب الاولمبيه. اذا التاهيل بحد ذاته للالعاب الاولمبيه هذا انجاز، وتيبقى بكل صراحه الفرق شاسع ما بين المستوى الامريكي والاوروبي والمستوى الافريقي.